الملاك بيعيش، كيف بيرفع عصفور بلا ريش، دعسات الخوف بتمشي عجرور، بتشمد الدموع والروح. وين الملاك بيعيش، كيف بيخفى عصفور بلا ريش، دعسات الخوف بتمشي عالدروب، بتجمد الدموع أسى وديات جوعاني، ضمير اختفى وأحلام هرباني، وحب محتار بعيون عشقاني، والغيوم كلها بزهور دبلاني، انسرق حنين البشر والعيون الباكي، حتى الحزن بكي عدموع الملايكة، انسرق حنين البشر والعيون الباكي، حتى الحزن بكي عدموع الملايكة. غاب عاتم وين الملاك عمتي. ان شاء الله شو هالبلوي، شو هالقرف، تعال شوف شو صار لك، تعال ارجيني. نام نام انت وياها. Thank you.
ومش ركز لحليم. سلام ايديك كريم. ان شاء الله اترك الشغلة بقى. والله العظيم ما تتحمل هيك انا. الاولاد عم يشتاقوا لها. انا كمان انا عم اشتاق لك كثير. طيب ليك اذا بدك اشتغل لك شي 4-5 ساعات بس ما تضل هيك لوقت متاخر. يعني فكرك انا مبسوط بهالشغله لك سلام؟ مو قصدي يعني بالمهنه، لا حاشا لله. مهنة مثل كل المهن العلاقة بشرف الإنسان. بس أنا موجه أستاذ، أنا ما لازم أشتغل بعد الظهر شوفير لحتى أمن لقمة ولادي لحتى أكل وأشرب. لا والله العظيم عندي إحساس إنه فيني شيء من جوا عم يتغير، لكنه أنا عم يتغير. يا الله معقول أنا صرت شوف الناس 25 و50؟ أنا الموجه خايف، والله العظيم خايف. قال شو؟ قم للمعلمة وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. خليها لربك يا بنت الحلال، خليها لربك. شو السيد هشام؟ لهلا تعركني لحالي مشغول بالي عليك؟ ماما شو كل يوم نفس الموشح؟ سهران مع رفقات، يعني شو بتربطيني جنبك؟ تتركيني اعيش حياتي على كيفي بقى، بدك تضلي تتحكمي فيه؟ ايوه هلا انت هيك فهمان على القصة؟ انا خايفة عليك وانت ولا هامك، وهداك ابوك مسافر ومو سائل على حدا، وانت كل ماله راسك عم يكبر وما عم ترد على حدا، وبعدين معكم؟ Thank you.
بالبيت؟ قمر مو بالبيت. شو يعني مو بالبيت؟ وين بدها تروح؟ ما بعرف. روح دور عليها لتكون عملت بحالها شيء. وين بدي روح دور عليها؟ ما بعرف، يبعت لي حمه. اتصلي باختها، بركت انا عند اختها. الو نجلة، دخيلك يا نجلة، قمر عندك بالبيت؟ قولي على قامتي، مو عندك؟ وين بدها تكون راحت؟ ما بعرف، فقت من الصبح ما لقيتها. شو طول بالي انت التانية؟ خايفة تكون عملت بحالها شي لا سمح الله. خلص سكري سكري انت، ببقى بخبرك. مع السلامة. لما حكيتي معي ما صدقت انك رح تقدر تعملي هيك. انا الحق علي من الاول، ما كان لازم رد عليهم. طيب هلا شو رح تعملي مع امي؟ رح خبرها وبس، واذا حبيت تتاقلم مع قراري الجديد كثير بيكون منيح، وما حبيت تتاقلم بيتي وزوجي وابني اولى. اعطيني هالموبايل. ايه مثل ما بدك، يلا تفضلي. الو مرحبا ماما. لا 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 تخافي، لا تخافي ماما، ما في شيء، بس انا مع غيث ورايحه اكتب كتاب جديد انا وياه، وراجعه لبيتي وابني وزوجي. ماما ايمتى ما حبيتي تتعرفي على ابن بنتك بيكون كتير منيح، واهلا وسهلا فيك باي وقت. الله معي، الله معي. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يلا يلا انت وياه. قوم تلحلحوا لك. يلا نور خانم شرفي، قومي، فايقه بعرف انك فايقه، قومي يلا. شو بلايكي مو عاملتي يا غريبه؟ يلا يلا قوم قوم بلا ما ياعه، خلصني. عامل حالك نايم؟ ما يلا يلا قوم لك، خلصني. خذا وروح يلا. شادي 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 سريا، ليش مو على بعضك؟ قلبي عم يغلي على اولادي، ما بعرف شو صاير لهم. لا تخافي، لا تاكلي هم، مو صاير لهم شيء، لا تاكلي هم. قلبي مثل النار مثل النار، مو شغلة إني مشتاقة له. صوت شهدي بأذاني من الصباح، كلمة ماما براسي، حاسة روحي رح تطلع. رح شوف السجاني، أكيد بتطمن لي يا أولادي. خذوا عليه شعان، وانت تفضلي معي على مكتبي بمديجي الطبيب الشرعي والشرطه. ليش انا شو عملت يا سيدي؟ الولد في حاله خطر ومتعرض لارتجاج دماغ وازياء مختلفه نتيجه سوء المعامله، الله لا يعطيكم العافيه. تفضل. ارتجاج دماغ؟ تفضل معي. يا لعنتي يا لعنتي. يا ابو هشام الله يخليك، انا ما عاد اقدر اتحمل، الولد عم يفلت من بين ايدي، بدك تترك كل شيء وتجي. لك شو ما بتقدر؟ لك عم اقول لك الولد عم يضيع، انا ما عم بقدر له، ما عم بقدر له. لك كل يوم ما بيرجع لساعة 2 بالليل بالمدرسة ما عم يمشي حاله، وبعدين بقى. لك شو عم تحكي انتي؟ انا هلأ ما بقدر برجع بعد ما زاد راتبي وعم بعمل اوفر تايم، بيترك كل شيء وارجع، شلون يعني؟
شوفي هلا فشلك لا تحطي على كتافي. انا عم بفني عمري هون مشان تعيشوا مثل العالم والناس. هلا دورك انت بتربايته، لو انت عم ترص عليه مثل العالم والناس ما كان وصل الموصيل هي. عيني انا ما فيني ارجع قبل سنتين بالقليله. انت شدي عليه شوي بيمشي الحال. لك كله ولد واحد، لو كان عندك عروبلات شو بتعملي لكان؟ شوفي ام هشام، ما كل يوم التاني تعدي تفتحي تلفونات وتلتي شي بطعمه وشي برطعمه. الله يرضى عليك خليني اعرف اشتغل. خلاص مع السلامه. شوفي ليك ولا اليوم ما رحت على المدرسة، بس بكرة إذا ما بتروح يا ويلك بدي موتك. فهمت شو؟ لك شبك شبك فاير فاتفورة كل نهار مقضي لي إياها على التليفون، يا أما هاي الموسيقى المجنونة اللي طول النهار تسمع لي إياها، يا أما مع رفقاتك، يا أما سهر لنصاص الليالي. مدرستك سلامتك نسيتها بالمرة. لك شو صاير لك جعلان نفر جنة؟ أنا حر بعمل اللي بدي إياه، بدخلك فيه. لك شلون ما دخلني لك؟ أنا أمك. أمي؟ طالما أمي لا تضل لحتيني على الداسة. لك أنت مخجلتيني مع رفقاتي، كل ما اتصل حدا بتفتحي معه تحقيق نص ساعة، كل ما اجى لعندي حدا بتوقفي ورا الباب بتفكري انه مو شايفينك. لك شو فكرتيني ولا صغير؟ انا صرت شاب، شاب بدل ما تشاطر علي روح تشاطر على جوزك، خليه يرجع. والله رح انسى شكله. بعدين انا رجال البيت بغيابه، انت ما رح تحكي معي سمعتي؟ أنت المسؤولة عنه لهذا الولد؟ إيه نعم، إيه نعم سيدي، أنا المسؤولة عنه. وأنت اللي عاملة فيه كل هالشيء؟ لا والله يا سيدي. لك مين؟ والله مو أنا يا سيدي. احكي أحسن ما شيل عيونك ها. صدقني يا سيدي مو أنا، أنا بعمل هيك. ولا كلمة ها. أنا قلبي لله ما بعمل هيك شيء. كذابة. العمى في عيونك العمى. شو هاد؟ خبيط وعض وضرب، شو هاد؟ مو أنا يا سيدي صدقني مو أنا. جهزي دورية خلينا نروح على البيت. خدها منو شي يلا طبعا خليك يا سيدي يلا والله مو انا يا سيدي اسمعني يا سيدي والله مو انا من يومين حكيت معي واخذت رايي بدعوى الطلاق وشغله ثانيه على اساس ترجع تجي لعندي وما عاد تبينت ما بعرف انا مالي مرتاحه حاسه ورا موتها في شغله مو طبيعيه شو ما كان خسرناها وخلص الله يرحمها انا بدي روح عزي اهلها بتروحي معي طبعا وبروح طيب انا لك بدي امرق على البيت وبرجع بمرق لعندك لا تعذبي حالك انا بمرق باختك قلت لي ارتجاج بدماغ الله لا يوفقك يا ام علاء الولد بين الحياه والموت والمسؤول عن كل هالبشاعات هي ام علاء وانتم كميتان ماني مصدق دلني على غرفة الأولاد تفضل تفضل يلا يا شاطرين بدي منكم تحكوا لي شو كانت تعمل معكم أم علاء ومع شادي احكوا عمو لا تخافوا بتعرف هدول صغار بيرتبكوا شو سمورة؟ خير شبك؟ والله ما بعرف يا رياض كتير حياة المرة صعبة معقولة إشاعة صغيرة بتنسف لك العمرة؟ يا لطيف على هالمجتمع شو قاسي وظالم بده شغل وبده تعب أنا يمكن غلطت بالقرار اللي أخدته بغض النظر عن رأيك أهلين أهلين وصاني فيكي شخص عزيز على قلبي كتير كتير أفريد بيقربك مو هيك؟ تفضلي
كنا بدنا نعمل مسابقة كونه صار عنا شاغب طارق، بعتنا وراكي، فهمت انه ما عندك التزامات وبدك اشراف ومبيت. ايه والله بدي مبيت، كونه ما لي حدا بالشام وبدي استقر هون على طول. طيب، انا بدي اياك تديري بالك على الاولاد وما تقسي عليهم بنوم. لك كان رح اعملهم مثل اخواتي. فيك تباشري من اليوم اذا بدك. يلا يا حلوين كلكم اسمعوني، حاحكي لكم اليوم قصة كتير كتير حلوة وكلكم حتنتبهوا على هاي القصة. كان في بنت صغيرة كتير عمرها 4 سنين، كانت مثل هالبنوتة اللي هنيك، وكانت دائما تحب اللون الأحمر. بيوم من الأيام هادتها ستة إشار بلونه أحمر، وقررت إنه تلبسه دائما ما تشلحه حتى وهي نايمة. وقالت لأمها بيوم من الأيام إنه تروح تزور ستة وتوصل لها الحليب. وراحت هاي، بس قبل ما تروح كانت أمها عم تقول لا تروح خد اختك وفوتوا لجوا على الغرفة. إذا بدك تروح معنا اليوم خبرني عشان نحسب حسابك، ولا بدك تاخذ اذن ماما يا بادي؟ خلاص ولا بلا كتلة حكي احسن ما اخلعلك حلقات. طول بالك شبك عم نمزح معك شو ما بتلقى مزح. روح روح روح. والله ما عم بعرف شو بدي اعمل، لا عم يرد علي ولا عم يسمع مني، حاسسته عم يفلت من بين ايدي شوي شوي. والله معك حق، ما بعرف شو بدي اقول لك، بس كمان انت لازم تخبري ابوه، يعني معقوله رايح وتاركك بهالمعمعة لحالك؟ بعدين ابنه صار شاب لازم يدير باله عليه. حكيت معه مشان يجي، قال ما بيقدر لانه عنده شغل وملتزم هونيك، قالوا بيعتبر انه وصل لهون بسبب تقصيري بتربيته، فما في غير ربيعي يحكي معه لأنه هشام بيحترمه وبيحبه كتير. خلص تكرم عيونك وحياتك، بس يجي ربيع لأحكي معه مشانك. منيح هيك؟ خلص تكلي على الله شبكي. رح أقوم أعمل قهوة إلي وإلك، بدي أرجع لاقيكي منيحة. ها يلا. تسلم. تعرف شو جا على بالي؟ شي هيك جاكيت حلو. ايه على عيني، تفضلي هون في تشكيلة جديدة موجودة. قومي مع شواكيت. مرحبا عماد. اهلا وسهلا. كيفك عمو؟ وين البابا؟ بالمستودع. ويرضى عليك، بس يجي خليه يمر لعندي. على عيني. انا ماني هون، انا
ماني هون، انا هنيك، انا هنيك، انا ماني هون، انا هنيك، انا هنيك، انا هنيك، انا ماني هون. لا 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 معي احلى. لا معي، لا معي، لا تبعاتي. ماما مين احلى؟ نيناتهم حلوين حبيبتي. شو رايكم تاخذوا اوعيكم تروحوا تقيسيهم جوا؟ ماما شبك؟ تعرفي مين شفت اليوم؟ مين؟ فواز. زعجك شي؟ لا ما زعجت، بس رجعني شي 30 سنة لورا لما طلعت من المحل. حياتي عم تنور قدام عيوني لما شفت أبوكي، حتى تجوزته ولمات الله يرحمه، ولحتى الساعة الملعونة يلي تعرفت فيها على فواز. تعرفي ماما، تي ولا مرة حكيتي لي عن حالك هيك. لما تجوزت أبوكي أخذته غصبا عني، لأنه ما كنت مفكرة أتجوز، كنت عم بحلم كمل دراستي. بس بعد ما تجوزنا لقيته كتير شخص طيب. بالأول ما عرفت أتأقلم مع حياتي معه، ضابط كبير وله علاقاته الاجتماعية وله مركزه، بس على قد ما كان طيب معي، على قد ما كان طيب حبيته شوي شوي، حبيته، تعلقت فيه كتير لما صار هو كل شي بحياتي. خطف، راح. لما مات يعني كان عمري شي 35 سنة، كنت حلوة والناس ما بترحم مرة بهيك وضع. إذا طلعت من البيت وإذا لبست حلو وإذا شافت حدا الناس هم تراقب، بس أنا كنت بوادي والناس بوادي. أنا كنت خايفة عليكم، مصاري ما عاد معنا، تعويضات انصرف، مالنا غير هالبيت. حسيت حالي مخنوقة، شو بدي أعمل؟ فكرت شو بدي أعمل، شو بدي أعمل؟ رحت دورت على وظيفة وتوظفت، وهنيك صباح النور. أهلين، هذا صاحبي فواز، بس من بعد إذنك سجل هذا الطلب وتمشي لي إياه. تكرم عينك، أعطيني أنا شوفه. تفضلي. تفضل ارتاح بي مسجله. ماشي، بس تخلص فواز تعال عندي على إن شاء الله. شكرا شكرا. ومن يومه صار يجي كل مرة مشان يتقرب مني، وحكى لي إنه هو كان متجوز بس ما بيجي أولاد، وأنا حكيت له عنكم. تصوري صار يبكي يبكي، حسيته حنون حنون. قلت يا لطيف شو حنون، وصار يسأل عنكم أكثر ما يسأل عني.
قمت شوي شوي حبيته، حسيته العوض، حسيته الأمان، حسيته المستقبل. قلت هذا هو اللي رح يحمل مسؤوليتكم ومسؤوليتي. تعلقت فيه ولما رضيت اتجوز. بتعرفي شو قال لي؟ قال لي ولادك قبلك. وتجوزنا. رحمة على هالقصة، رحمة كانت أكبر غلطة بحياتي برتكبها، أكبر غلطة. تعرفي شو يلي جارحني وحارق لي قلبي؟ إنه الشخص يلي اخترته وحبيته كان اختياري إله غلط، والشخص يلي أخدته غصب من عني لما حبيته راح انخطف مات. شايفة لك أمي، شايفة حظ أمي. دايما بحس بخنة. والله ما بعرف ليش بتكركبت كتير اليوم لما شفتها. بتعرف هي المرة بالذات كركبتها كتير، هي أولادها. والله ظلمتهم يا صاحبي. وليش من إمتى أنت حساس؟ صرت متجوز أربعة. لا والله ما هيك، بس هي بالذات زيادة. إيه؟ تعرف شو السبب؟ يا سيدي بصراحة أنا كنت داخل على الموضوع على طمعة، كنت مفكر بشي أو طلع معي شي تاني. كيف يعني؟ يا سيدي تعرف والله يعني. والله مو بس حلوة لك محفوظ، وجوزها متوفي وتارك لها بيت مرتب باسمها كمان، وطالع لها من فترة تعويضات وعندها دهب بدها اشوفها. قولك ترضى تجوزني بركي بسدد ديوني يا زلمة، خليها تبيع البيت وشلح المصاري والذهبات وبعدين بقول لها باي باي. شو رأيك؟ والمخلوقة راحت فرغت البيت باسم أولادها قبل ما نجوز. أنا مالي خبر، ما اكتشفت هالحكي لبعد ما تجوزنا. لقيتها حلوة، قعدت معها كام سنة وبعدين كل واحد راح بحال سبيله. بس إيش؟ شلحتها ذهباتها وبعدين هي طلبت الطلاق وتخالصنا. وأنا وقت اللي عرفت إنه البيت باسم أولادها جنيت. إيه؟ وصار اللي صار. ولك يا شهدي، ولك يا حبيبي، ولك يا شهدي، ولك مشان الله، مشان الله بدي اشوفه. ولك يا الله. روحي لحالك، روحي روحي. خاف؟ شو؟ خاف؟ أخافي؟ لا ما تخافي، روحي روحي
يا رب يا رب ما إلنا غيرك يا رب. اتركن يا حرامي اتركن عم قلك اتركن الله يهزك اتركن اتركن يا حرامي اتركن. إيران يا بعرف بس هي اللي لازم تستوعبه وما تزيد عليه. هاي المرحلة من عمره للولد بتكون حرجة كتير، يعني ولد مراهق وأبوه مانو موجود، بهالحالة لازم تصادقه وما تتحمل عليه. لك إيه بس هي حابة إنه أنت تحكي معه لأنه بتعرف إنه بيحبك وبيحترمك. أنا بحكي معه بس صدقيني هذا ما بكفي، لأنه أغلب الوقت هو عم بيقضي مع أمه، هو بحاجة أبوه بهاي المرحلة، بده أبوه وأمه لازم تتعامل معه بشكل لطيف وناعم، يعني ما بصير تسيره، ما لازم تخليه يغضب. ممنوع طلعنا هيك شي طلعة؟ وين ما كان يعني ما بتفرق، المهم هيك اطلع من البيت غير جو، مليت من قعدة بالبيت. لك هات هالموبايل بقى حجلتو لعي لعمل كل نهار مقضية طاحنك، قوم ادرسك كلمتين. فيك تقولي ليش هيك عم تساوي؟ فيك تتركيني بحالي؟ طلعي احسن ما موت حالي، طلعي! شو صاير معك شي؟ عم فكر بكرة بس يطلع علي الحكم وانسجن، شو هي التحقيقات اللي بدي أعملها جوا؟ أنت بتعرف هنيك بيطلع معي مواضيع محرزة، وعم فكر كمان بمبلغ التعويض اللي طالبينه، يعني مو كتير، طالب الطبل الزفت 10 ملايين ليرة سوري. يعني أنا فوكس إياس، إذا ببيع حالي بسوق الغلا لما بتكون البطاطا بأوج أسعارها ما بجيب 10,000 ليرة سوري، أنا هو 10 مليون منين بدي جيبهم؟ إلا بحالة واحدة حسير. شو هي؟ شو؟ بدين ياهن لرأس الشهر؟ إيه طبعا بدينك ياهن يا سيدي فوقهم إكسترا لصديق غالي، علبة علكة بضلك تعلق فيها بالسجن لحتى تشبع. إيه أهم شيء. بتعرف اني انا تاخرت، عندي جلسة اليوم، ادعي لي ان شاء الله هيك عبالك يا رب. بعيد 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 ماني مطول. بعيد سلام باي. Thank you.
ما بدي ابني هون هذا اللي جوا ابني إيه؟ بس ممنوع تفوت اذا بتريد. لا 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 ابني اذا بتريد انت مين؟ اذا بتريد ممنوع تفوت، انا موجه هون. انت الاستاذ مو؟ انت الاستاذ مو؟ حسبي الله ونعم الوكيل. فوتوا بقى فوتوا. شبك اياد؟ ليش هيك متوتر؟ ان شاء الله بفكر دغري من هون على الحبس. لا القصه بتاخذ لها سنتين لبين ما يبتوا فيها. شي بجنن. لك انا شو عملت؟ رح طق. انا رح طق. اي خرجك، هذا اللي برد على سلام هيك بصير فيه. شو مفكر لكان؟ طول بالك اياد، طول بالك. أبوك؟ نعم أستاذ. وأمك وينها؟ أمي بالبيت كل يوم معي بيضربها. طب روح حبيبي على صفك روح. حسبي الله ونعم الوكيل. ألو سلام مرحبا كيفك؟ في وحدة مرأة يعني يبدو انه جوزها مجنون وعم يضربها فحابب تساعديها. بجيب لك العنوان. ايه ما شاء الله معك، ديري بالك على حالك، مع السلامة. هذا المكان اللي رايحين عليه اسمه ملجأ للمعنفات. طمني ما رح تكوني لحالك هونيك. أي وحدة بتتعرض للعنف ممكن تروح لهونيك. هونيك رح يساعدوكي نفسياً واجتماعياً وقانونياً، مو بس هيك رح يعلموكي مهنة كمان مشان لما تطلعي تحسي حالك وحدة تانية. خلص طمني. لقيتهم وين مخبيين؟ أيوة الخوف
بتأسى ودياب جوعاني ضمير اختفى وأحلام هرباني وحب محتار بعيون عسقاني وغيوم كلها بأرض عطشاني فيها الربيع انسرق بزهور دبلاني انسرق حنين البشر والعيون الباكي حتى الحزن بكي عدمو الملايكة سرق حنين البشر والعيون الباكي حتى الحزن بكي عدموع الملايكة غابت عدموع